يا ربي تكونوا كامل بخير. اليوم بغيت ندير معكم واش وصفة عشاء اللي هي سهلة اقتصادية بصوالح اللي كاينين عندكم في الدار. شافيها هاد الوصفة، عندنا خبز. هاد الخبز انا شريته هكا، هاولا حليته، ما لقيتوش هذا، كاين لا باغيت، هاولا حليتها باش تشوفوها. فيها جبن، راني دايره شيدار، راني دايره جبن احمر، وراني دايره الموزاريلا، وانتم ديروا على حسب الامكانيات تاعكم، على حسب ما كاين. هنا كاين طون وحبه تاع مرقاز، وكاين لاصوص طماط كنت وجدتها كاع، انا صافي دي لاصوص طماط حاجه سهله، وفيها بيض. نمروا للتحضير. غادي ندير شويه تاع لاصوص. ما بغيتوش ديروا لاصوص طماط، تقدروا تكرملوا فو كاراميليزي البصل، فوالا تكرملوا البصل، بصل وديروه في وسطها. غادي نخلط الاجبان، هما لا ندير الاجبان بصح، غادي كي ندير لها البيضه خصني نديرها في المول باش نوري كيفاش غادي ندير. نجيب البيضه، البيض لازم تكسروه هنا دائما. البيضه تاعي هنا هكا، الى دفقت ما كاينش مشكل. نعاودو لا طوماط ديتو، كنت تقدر ديروها قلت لكم بالبصل مكرمل، تجي بنينه. ندير شويه تاع الجبن، هايلا. والله صدقوني حاجه سهله للحشا، قدموها مع سلطه ولا كانت بقيت لكم ان سوب تجي ثاني بنينه. البيض دائما نقسموه هنا، نسي ندير ان ترو هكا باش ندير البيضه، باش البيضه ما تتدفقليش. شويه كبيره، نبدا بالصفار هو الاول. دخلها في الفرن على 180 درجه حتى يطيب لي البيض. ها هو الخبز تاعنا بعد ما طاب، غادي نقسم لكم حبه باش تشوفوه. يجي كروستيون ويجي رائع، شوفوا كي يجي بنين، شوفوا كي يجي بالفخوماج اللي يدوب من الداخل، روعه. ان شاء الله هي تعجبكم الوصفه. الى عجبتكم ما تنسوش دعموني باللايك، وبارسورتو بارطاجي معكم اصحابكم واحبابكم. نقول لكم مع السلامه، وانتظروني في فيديو قريب. مع السلامه.